الحاجه الثانيه برضو المهمه جدا اللي بنسميها السبيشال ريزولوشن، دي عباره عن المينيمم اريا ان ذا ايمج ان ويتش تشينجز كان بي ديتكتد. يعني ممكن نتخيل السبيشال ريزولوشن بعيد خالص بقى عن التعقيد، ان دي عباره عن البيكسل سايز. يعني دلوقتي انا ممكن ان انا اصور حاجه السايز بتاعها يعني اصغر حاجه ممكن اصورها حجمها قد ايه، اوكي؟ فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. دي يعني عامه الناس تعرفت انها تعرفها بحاجه اسمها الام تي اف، يعني المودوليشن ترانسفير فانكشن. بيبقى عندنا لاي ايمجنج موداليتي حاجه اسمها مودوليشن ترانسفير فانكشن كده، بترسم لي كيرف كده للريسبونس بتاع المكنه، حاجه زي امبلس ريسبونس كده او فريكوانسي ريسبونس بمعنى صح. لو انا رسمته هنا بالنسبه لاف يبقى فريكوانسي ريسبونس كويس. ببص انا اشوف الكات اوف فريكوانسي بتاعي هنا كام، وممكن بقى ان ده يقول لي ان انا الفريكوانسي بتاعي دوت يقول لي ان انا ممكن اسكان لغايه كام. اوكي، انا هنا بتكلم على الفريكوانسي. هنا عاده الناس بتاخد الفريكوانسي اللي بنرسم عليها دي بنسميها لاين بيرز بير مليمتر، لاين بيرز بير مليمتر. يعني ايه لاين بيرز؟ لو انا برسم حاجه عباره عن خطوط لونها ابيض واسود، اوكي، الابيض نص الـ نص الـ نص الـ المسافه والاسود نص التاني، اوكي. كل ما زودت في كل مليمتر عدد الخطوط الابيض والاسود اللي انا اقدر اشوفهم من بعض، كل ما كان الريزولوشن طبعا بالتاكيد هتبقى اعلى. يعني لو بتكلم مثلا هنا على 2 هنا، معناها 2 لاين بيرز بير مليمتر، يعني معنى كده ان انا دلوقتي اقدر اشوف يعني في المليمتر ده ابيض واسود وابيض واسود وذين المليمتر، اوكي. لو خليتها 4 يبقى الضعف، لو خليتها 6 يبقى 3 اضعاف وهكذا. فدي حاجه مهمه جدا لان هي فعليا بتديني الانديكيشن ان انا اقدر اشوف تفاصيل ازاي في الصوره بتاعتي، اوكي. احنا ممكن نبص على الام تي اف بتاعنا ده، وفي بعض الناس بتاخد الديفينيشن بتاع الريزولوشن هو الفاليو بتاعت الكات اوف فريكوانسي دي عند مثلا، ممكن اخدها عند مثلا 50% او ممكن اخدها عند 20% او 10% او 2% حسب ما احنا بنتكلم. فاحنا ممكن نقول مثلا ان احنا هنقارن السكانرز عند ام تي اف مثلا 10%، اوكي، وقارن ال 10% ام تي اف هنا بتديني كام لاين بيرز بير مليمتر، والثانيه كام لاين بيرز بير مليمتر، والثالثه كام لاين بيرز بير مليمتر، واخد اعلى لاين بيرز بير مليمتر. لو عندي واحد مثلا 10 وواحد 8 وواحد 7 يبقى معنى كده ال 10 هيبقى احسن من ال 8 ومن ال 7، اوكي. فده بيبقى مطلوب مننا ان احنا نبص على الام تي اف اللي هي المودوليشن ترانسفير فانكشن. دي عباره عن ثاني اكنها الترانسفير فانكشن اوف ذا سكانر، اوكي. لو احنا عملنا لها انفرس فوري ترانسفورميشن بتدينا الامبلس ريسبونس بتاع السكانر، اوكي. فيعني بيسكلي لو احنا عندنا دي، ودي عاده بتبقى مفروض جيفن كديتا من الـ من المانيفاكتشرر، ممكن بيها نحدد الريزولوشن بتاعتنا بتاعت السكانر بتاعتنا بتساوي كام.